ضيفنا المهندس علي مبارك القحطاني. مرحبا أستاذ علي. يا أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا ومشاهديكم. حضرتك مؤسس هايكينج السعودية، حدثنا عن هايكينج السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل التحدث عن هايكينج السعودية، أود أن أهدي كل مسن وكل كبير، كبارنا من أبائنا وأجدادنا، تحية اعتزاز وفخر بتراكم من خبرات ومحبة وعطاء أعطوها للبلد وأعطوها لنا. أكيد. فنحن نكن لهم كل المحبة. بالنسبة لهايكينج السعودية فهو مبادرة وطنية كانت في أواخر 2014، وتمت هذه المبادرة لتثقيف الناس برياضة المشي والهايكينج ومزج هذه الأشياء بنكهة سياحية ثقافية تاريخية، بحيث أنها تكون محببة للجميع. فنخلط الرياضة بالسياحة في أغلب رحلاتنا، تكون مشوقة بحيث أنه نكسب المزيد من المشاركين. أستاذ علي، احنا شايفين في التقرير في مسنين معاكم، كيف حدثنا عنهم؟ والله المسنين عندنا طبعا الحمد، يعني عندنا شريحة كبيرة الآن من المسنين ينافسون الشباب، يعني خليني أقولها بين قوسين ينافسون. ناس الحمد لله يعني أوزانهم معتدلة جدا أو تكاد تكون مثالية، ناس عندهم الهمة والنشاط، محفزين لأقرانهم وكذلك لمن بعدهم في السن من فئة الشباب ومثلا وسط. فالحمد لله يعني في شريحة ضخمة، يعني لا أكاد أحصيها يعني على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي. يعني ما شاء الله شايفين في الصور من جد، يعني المناظر خلابة ومشاركة المسنين من جد بتدخل البهجة، إنهم جزء من المجتمع، جزء إنهم يحتاجوا إنهم يندمجوا مع الشباب، مع الناس، يسووا نشاطات. كم عدد المسنين اللي شاركوا معاكم؟ المسنين يتراوحون أو يعني أقدر أقول بالمئات موجودين في هايكينج السعودية. الناس اللي مشاركين يعني بالعادة في ناس يتكرر يعني مشاركتهم من وقت إلى آخر، ولكن أو متقطعين خلينا نقول، ولكن فيه الكثير مشاركين معنا في جميع أنشطتنا، في جميع رحلاتنا، في وآخرها كان اليوم الوطني بعدد 541 شخص قبل أيام. أيوه. وكان فيها عدد كبير من كبار السن. حلو. ايضا استاذ الكريم، كان في كذا قصص طريفه، مواقف صارت مع احد كبار السن، لما جاء احد قال انا تعبان خلاص روحوا انتوا قاعد يعني. والله طبعا عندنا قصص طريفه، ولكنها بالعكس يعني الشباب هم اللي يبعدون وياتي كبير السن ويمر من جانب وهو يصعد الجبل فياخذه بيده، يعني يقول تعال يعني وش فيك جالس، يعني وش السبب؟ لأنه الناس يعني مقدمين على تحدي، يعني عندنا شباب، يعني خلينا نقول شباب يعني عمرهم 64 سنة يحصلون على أرقام قوية في الهايكينج، يعني إلى درجة لهم تنافسية كبيرة جدا. حلو. وحدثت عندنا في بطولة الخليج قبل سنة ونصف في الإمارات، كان من ضمن الأوائل في المملكة العربية السعودية شخص بعمر 64. ما شاء الله. يعني أستاذ علي، أنتوا بادئين الهايكينج من فترة، لكم كم سنة الآن؟ احنا بدأناه من فترة طويلة، ولكن أسس يعني بشكل رسمي من أواخر 2014. وفين المناطق اللي بتروحوا في السعودية الجنوب؟ جميع مناطق المملكة بدون استثناء. مبادرة يعني جميلة، جميلة أستاذ جميلة. علي يعني وحمستوهم، حسستوهم أنه ليسوا جماعة مهمشة في المجتمع، بل بالعكس لهم دور في المجتمع. صراحة شاكرين لك كثيرا هذه المبادرة الرائعة. كان معانا عبر الهاتف الأستاذ علي مبارك القحطاني، شكرا لك.